السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، هنكمل مع بعض فيديوهات الـ Second Term for مادة نيو هالو Unit 8 You are what you eat، أنت ما تأكل. عنوان اليونت معناه إن الحاجة اللي أنت بتاكلها بتأثر على حياتك وعلى صحتك وعلى شكلك وشخصيتك. أول بارت عندنا هنا هنبدأ في الأول بالريفيجن على اليونت اللي فات. أول سؤال هنا بيقولي correct number one this machine won't being able to fly، بيقولي هنا الماكينة دي مش هتكون قادرة على إنها تطير. طبعا هنا واضح إن الزمن في المستقبل، عندي future كلمة will أو كلمة won't بيجي بعدها verb infinitive، يبقى الإجابة B. number two I won't watch it tonight if I went out. أنا مش هقدر أشاهده الليلة إذا خرجت. طبعا إحنا اتفقنا مع بعض إن if هنا هيجي لي وراها present simple، يبقى هقول if I go out. number three if you not do exercise you won't stay healthy، يعني أنت لو أنت بتمارس رياضة أنت مش هتكون صحي. في حالة الـ present، في حالة الـ present simple، لأن طبعا عندي كلمة if، النفي المفروض يكون مع you بـ don't. هنشوف مع بعض الـ vocabulary. عندي أول صورة هنا بيقول لي full، كلمة full معناها ممتلئ، ممتلئ أو شبعان. لو كنت أنت واكل كويس ممكن تقولي I am full، ولو هنا في الصورة موضح لك إن الإناء ده ممتلئ يبقى full معناها ممتلئ. تاني حاجة عندي juicy، كلمة juicy يعني عصيري، زي ما انت شايف مثلا هنا عطاني example بالليمون، الليمون او الاورنج البرتقال، الثمرة بتاعتي اللي بتحتوي على سائل او على عصير ممكن اوصفها انها juicy عصيرية. allergic يعني متحسس او لديه حساسية من حاجة معينة، زي ما انت عارف ان احنا في بعض الناس عندها حساسية من اطعمة معينة. طبعا دي adjective والpreposition اللي بيجي معاها هو to. كمل الفوكاب. عندي fast food، fast food يعني الطعام السريع اللي هي الوجبات الجاهزة fast food. هنشوف مع بعض prepositions أو حروف الجر. هنا بيقولي chop into، verb chop معناه يقطع قطع، يقطع قطع. لو قلت مثلا chop the fruit into pieces يعني بيقطع الفاكهة إلى قطع صغيرة. food with a good taste، طعام بطعم او نكهة جيدة، يبقى food with طعام ب. طبعا الadjective ممكن تتغير على حسب الحاجة اللي انت بتوصفها، good wonderful horrible bad. كلمة taste معناها طعم او نكهة. هنشوف مع بعض expressions. اول حاجة بيقول لي give energy يعني بيعطي الطاقة. لو قلت مثلا wind turbines give us energy يعني بتدينا ايه، بتدينا طاقة. do the washing up يقوم بغسل الصحون او الاواني. hot and spicy لو بوصف الطبقة دي ده او الاكلة دي هقول ان هي اكلة سخنة، وspicy يعني متبلة او فيها توابل، يبقى hot and spicy معناه ساخن ومتبل. let's exercise choose what's your favorite space fruit that you like to eat when you are thirsty. انا بسألك ايه فاكهتك ال اوصفها بحاجة معينة اللي بتحب تاكلها لما تكون عطشان، juicy salty terrible horrible. طبعا تبقى juicy fruit اللي هي الفاكهة العصيرية. number two when I had a big lunch I felt space، بيقولي هنا full empty careful helpful. هنا هنختار full ان هو بيقولي ان لما تناولت وجبة غداء كبيرة يبقى شعرت بالشبع. number three mom chopped the tomatoes space small pieces with a knife، ماما قطعت الطماطم لقطع صغيرة بالسكينة. chop قلنا preposition اللي بيجي معاها into، يبقى chopped into قطعت الطماطم لقطع صغيرة. number four
Many people are allergic to space, so they don't eat cakes. كثير من الناس عندها حساسية تجاه إيه فمش بتاكل الكيكس اللي هي الكيكة أو المخبوزات. Nuts, pizzas, salad, salt. طبعا الحاجة الوحيدة اللي بتحط في الكيكس هنا اللي هي nuts المكسرات. Excel yourself, جاوب على السؤال اللي جاي بنفسك. حبيبة likes space foods, so she adds much paper to her food. Spicy, full, salty, sweet. Space is an example of fast food. ايه من الاتي مثال على طعام السريع؟ بيتزا, باستا, تشيز, كيك. هنشوف مجموعة من الاكزامبلز هتوضح لنا احنا هنتكلم على ايه النهارده. نمبر 1 بيقول لي this is a door, هذا يكون باب. طيب واضح كده ان جايب لك باللون الاخضر كلمة a. ايه ده؟ اداة نكرة بحطها قدام الكلمة المفرد المعدودة. يعني ايه كلمة معدودة؟ يعني كلمة انا اقدر اعدها، اقدر اخليها في صيغة الجمع. في حالة المفرد الكلمة دي انا بحط قدامها اداة النكرة a. ولاحظ ان كلمة دور بتبدأ بconsonant letter يعني حرف ساكن، لذلك انا استخدمت a. هقول this is a door، هذا يكون باب. طب إذا كان الـ singular noun اللي عندي بيبدأ بـ vowel sound بصوت متحرك زي الـ example number 2، هقول إيه؟ It's an umbrella، إنها تكون شمسية. هنا أستخدم قبل الـ singular noun الاسم المفرد اللي بيبدأ بـ vowel sound، اللي هي لو جينا نراجعهم هنلاقيهم الـ vowel letters اللي هي الـ A والـ O والـ E، I and U. يبقى ما يقدرش استخدم ال indefinite article او حرف النكرة ا، انما لازم استخدم كلمة ايه؟ an. يبقى انا عندي كده خلي بالك ان عندي هنا دول singular nouns اسماء ايه؟ مفرد. فبستخدم ال verb اللي بيدل على المفرد هنا عندي is، واقدر ولازم استخدم قبلهم في حالة ان هم نكرة ال indefinite article او ال ا وال an على حسب ال sound اللي بادئ بيه الكلمة. طيب لو كان عندي noun ده هنا plural جمع، في الحالة دي أنا مينفعش أستخدم a or an، بحط الكلمة الجمع بس في صيغة الجمع بدون أي أداة نكرة. هقول they are dishes، هم يكونوا أطباق. يبقى معنى كده إن أنا عندي nouns، عندي أسماء أقدر أحطها في صيغة ال singular، a door، doors، an umbrella، umbrellas، dish، dishes. الكلمات دي بسميها ايه؟ countable nouns. countable nouns اسماء معدودة. يعني countable nouns او الاسماء المعدودة هي الاسماء اللي ليها صيغة singular وصيغة plural، والsingular منها اذا كان نكرة بستخدم قبله a or an. number 4 بيقول لي that piece of information is useful، هذه المعلومة تكون مفيدة. طيب مع بعض كده كلمة information بتعتبر uncountable noun يعني اسم غير معدود. طب انا لو عايزة اخليه في صيغة ان هي تكون معدودة هعمل ايه؟ انا ممكن اعمل اضافة واحط كلمة piece of يعني قطعة من او معلومة واحدة من المعلومات دي، تمام كده؟ يبقى انا لو عايزة احول الكلمة uncountable اللي انا ما بعرفش احطها في صيغة الجمع او المفرد، انا بحط قدامها كلمة بتساعدني اعرف ان دي كده ايه؟ مفرد. تمام. يبقى الـ uncountable nouns او الاسماء الغير معدودة يا سنة تانية هي nouns ملهاش صيغة plural، يعني كلمة information هنا ما اقدرش ان انا اجمعها. طب زي ايه كمان؟ زي المواد الدراسية، اما اقول English، زي اقول science او math، زي الرياضات football، tennis، زي معظم الأكل والشرب، لما أقول water، لما أقول cheese، لما أقول food. يبقى الكلمات اللي مفيش منها صيغة جمع هي الكلمات اللي أنا بطلق عليها uncountable noun، بعملها دايما كأنها إيه؟ singular noun، اسم مفرد، عشان هنا كده استخدمنا الverb إيه؟ is. لو أنا عايزة أجمعها أو أحدد كميتها بستخدم قبلها كلمة زي كلمة piece of، يبقى piece of information كده حددت إنها معلومة واحدة. لو عايزة احدد انها معلومات كتير هقول ايه؟ pieces of information، معلومات برضو، بس مش هقدر احط لها ايه؟ اس الجمع. نمبر 5 بيقولي I met some boys on my way home، يعني انا قابلت بعض الاولاد في طريقي للمنزل. طيب جايب لي هنا كلمة boys، دي كلمة تعتبر countable noun، تمام، وجايبها لي في صيغة البلورال الجمع، وجاب لي قبلها كلمة some. some هنا معناها ايه؟ بعض.
بعض. انا بستخدمها امتى كلمه some؟ في الافيرماتيف سنتنسز، الجمل المثبته. طيب هل some ما بيجيش وراها غير الكاونتبل ناونز؟ اي لا كده شوف الاكزامبل اللي جاي. people often put some salt on their chips، الناس عاده بتحط او غالبا بتحط ملح على الشيبسي الخاص بيهم. عندي هنا كلمه salt دي ايه؟ uncountable noun. الجمله بتاعتي لازم تكون affirmative زي ما اتفقنا عشان اقدر استخدم some. يبقى معنى كده ان some بتيجي في الaffirmative، او ليها في الaffirmative sentences، والكلمه اللي وراها مش هي اللي هتحددها لي استخدامها، لا ممكن تيجي مع الcountable والuncountable nouns بشكل عادي. طب اقدر استخدم some في ايه كمان يا ترى؟ ممكن استخدمها هنا لو انا بعرض عليك حاجه، لو قلت لك مثلا would you like some apples، تحب شويه تفاح، تاخد بعض التفاحات. ممكن اقول لك would you like some rice، ممكن تاخد شويه رز كده. انا بعمل offer او بعمل عرض ليك انك تاخد الحاجه دي. يبقى اقدر استخدم some كمان في الoffers، وبرده زي ما اتفقنا بيجي وراها countable nouns او uncountable nouns. طب على النقيض منها او على عكسها كلمه any. كلمه any معناها أي. I don't put any books on that table، أنا لا أضع أي كتب على الترابيزة أو على المنضدة دي. الجملة بتاعتي هنا في حالة النيجاتيف، يبقى كلمة any ما بتجيش في الجملة المثبتة، لا بتيجي في الجملة المنفية أو النيجاتيف بس. إنما كلمة some بتيجي في الإثبات أو الأفيرماتيف فقط، وما ينفعش تيجي في النفي. الناون اللي بعد any هنا plural، plural noun يعني countable noun. طب هو ما اقدرش استخدمها مع الانكاونتبل؟ لا عادي بستخدمها مع الانكاونتبل. ممكن تجي لي في هيئه سؤال هنا بيقول لي is there any water in the bottle، يعني هل في اي ميه في الازازه. هنا استخدمتها مع كلمه water، هي تعتبر uncountable noun، واستخدمتها كمان في السؤال لما اجي اسالك على حاجه. ممكن استخدم كلمه any بمعنى اي، وممكن يجي لي وراها uncountable noun. يبقى استخدم any في النيجاتيف وي question بمعنى هل مع الكاونتبل والانكاونت. شوف كمان اكزامبل بيقول لي وي هاف جوت ماتش شوجر، يعني احنا معانا او عندنا سكر ايه كتير او اكتر. هنا بيقول لي ان كلمه شوجر دي تعتبر انكاونتبل ناون، تمام، لذلك استخدمت معاها كلمه كثير بس اللي هي كلمه ايه ماتش. يبقى سام واني بتيجي مع الكاونتبل والانكاونتبل، انما كلمه ماتش كثير مع الانكاونتبل اونلي، مع الانكاونتبل فقط. طب لو انا عايزه اقول كثير مع الكاونتبل ناون هستخدم ايه في كلمه ثانيه معنى كثير اللي هي كلمه ماني. they have good they have got many books، هم لديهم كثير من الكتب. يبقى ماتش كثير وماني كثير، ولكن ماتش مع الانكاونتبل، ماني مع الكاونتبل. طبعا خلي بالك ان كثير يعني لازم يجي لي بلورال ناون، ما ينفعش استخدم اسم مفرد بعد ماني. طيب هنا بيقول لي I have got a lot of oranges، هنا بيقول لي انا معايا كثير من البرتقالات. طيب كلمه oranges دي تعتبر countable noun، وكلمه a lot of معناها كثير من. لاحظ كمان لو قلت I have got a lot of pasta، يعني انا عندي مكرونه كتير. طب لو لاحظت الفرق بين pasta و oranges، ان oranges countable وباستا uncountable. لاحظنا كده ان a lot of معناها كثير بتيجي مع الاثنين، بتيجي مع الاسماء المعدوده والغير معدوده. وطبعا ما تنساش ان a lot of بيساويها lots of. lots of. طب لو انا بقى عايز اقول قليل، كلمة قليل هتختلف برضو على حسب المعدود وغير المعدود. we have a little milk، احنا عندنا قليل من اللبن. it's enough for us، هو كافي بالنسبة لنا. يبقى كلمة little أو a little معناها قليل مع countable ولا uncountable noun؟ uncountable. استخدمناها مع كلمة milk uncountable noun. طب تعالى كده هنشوف الفرق كده بين كلمة a little وكلمة little بس. we have little milk you must go and buy some، اللبن قليل اشتري. الفرق بين الاتنين ايه؟ في الجملة الأولى a little هنا معناها ان هو قليل ولكن يكفي، لكن في الجملة الثانية معناها قليل ولا يكفي. يبقى في فرق بين a little و little في المعنى. a little قليل بس هيكفيني، انما little قليل ولكن مش هيكفيني. في الحالتين a little و little بعدهم uncountable noun. انما لو انا هستخدم او بتكلم على countable nouns بستخدم ايه؟ a few و few، وبرده نفس المعنى. a few معناها قليل يكفي، انما few بس معناها قليل لا يكفي.
يبقى احنا النهارده يا سنه تانية اتعلمنا الفرق بين الكاونتبل والانكاونتبل ناونز. اول حاجه عندي الكاونتبل ناونز هي ناونز ليها بلورال وليها سينجلر. طب السينجلر منها بقدر استخدم لازم استخدم قبله ايه؟ اي اور ان في حاله انها تكون نكره. والكوانتيفايرز او الكلمات المحدده للكميات اللي بتيجي معاها هي كلمه ميني معناها كثير كثير سم بعد بستخدمها فيه الاوفر الاوفر وفي الافيرماتيف في الافيرماتيف سنتنس واني معناها معناها اي وبستخدمها في النيجاتيف او الكويستشن. بستخدم a lot of او lots of بمعنى كثير من وبستخدم a few او few بمعنى قليل. ده كده بالنسبه للكاونتبل ناونز. اما بالنسبه للانكاونتبل ناونز الاسماء الغير معدوده we don't use a or an before the noun. ما اقدرش استخدم a ولا an قبل الاسم الخاص بالانكاونتبل لان هي ملهاش صيغه بلورال فمش هقدر احدد بa او an. دايما هنعملها من حيث الفيرب معامله الايه السنجلر ناون. طيب زي ايه مثلا؟ زي رايس ميت انجلش اير ممكن الطعام ممكن اللغات ممكن المواد الدراسيه. طيب الـ uncountable nouns فيها notes. هنا بيقول لي we can use a piece of or a glass of يعني قطعة من أو كوب من before the noun to make it countable. زي ما اتفقنا مع بعض ان كلمة information كلمة غير معدودة. طب لو انا عايزة اخليها معدودة وعايزة اذكر جزء منها اعمل ايه؟ اقول كلمة a piece of معاها. ممكن استخدم a glass of water. كلمة water كلمة غير معدودة uncountable. لو انا عايزة احدد كميتها انا ممكن اقول a glass of water يعني كوب من الماء. يبقى انا بستخدم اي ادوات تجزئه تحدد لي الكميه. يبقى زي ما احنا شايفين هنا a piece of a glass of ممكن استخدم مثلا a cup of a bottle of اي وحده تجزئه. طيب كمان الكوانتيفايرز او محددات الكميه هتبقى عندي كلمه much بمعنى كثير. كثير عندي some وany بعض واي a lot of وعندي كمان a little او little بمعنى قليل. exercise choose number one. Our grandmother spends space time cooking in the kitchen. She's often there all the day. بيقول لي ان جدتنا بتقضي وقت كتير او وقت كبير في الطبخ في المطبخ. هي غالبا بتقضي طول اليوم. طيب انا عندي هنا كلمه تايم. كلمه تايم دي تعتبر countable ولا uncountable؟ uncountable noun. تمام. طب لو عايز اقول وقت كثير ممكن اقول ايه؟ معنى الجمله بيقول لي انها بتقضي معظم الوقت يبقى انا عايز اقول كتير. يبقى المفروض مع uncountable يا اما بستخدم much يا اما بستخدم a lot of. والchoices عندي هنا a lot of. I am not very hungry. انا مش جائع قوي but I'd like space olives please. انا مش جعان قوي بس ممكن ايه اخد بعض او ولا جزء ولا قليل من الزيتون. هنشوف المعنى a few a lot any a little. ممكن اقول I am not very hungry but I would like a few olives please يعني عايز زيتون قليل. كلمة olives دي تعتبر countable noun لذلك استخدمت معاها a few. Correct. There aren't some vegetables in the fridge. هنا أنا هستخدم كلمة any لأني عندي الجملة هنا negative. عرفت منين؟ عندي كلمة aren't يبقى في negative form أنا بستخدم any. Number two. There is only a few food in the kitchen. كلمة food uncountable noun اسم لا يعد يبقى هقول a little. Excel yourself. جاوب على الأسئلة بنفسك في الكومنتس. Mom bought much vegetables for breakfast. Would you like any chips? Thanks for watching and goodbye.